ما جلب
فعلا دفع الى تلك الايات
لكن الرجل لما عاد إلى المدينة وصل المدينة، بمجرد أن وصل إلى المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، لقد أهلتني إلى أمر طالت الأعناق إلي فيه. فلما توجهت إليه رددتني. يقول اللي بيتولى مثل هذا المنصب، هذا المنصب العظيم راح يحظى بقدر عظيم ومكان عالية. ولهذا انت لما اهلتني الى المنصب الناس صاروا ينظرون الي على اني صاحب مقام عظيم وشأن رفيع وشرف كبير. لكن بمجرد اخرج واذا بعلي بن ابي طالب يخرج خلفي. أنزلت في آية في القرآن؟ قال النبي: لا، لم تنزل فيك آية في القرآن، ولكن نزل الأمين جبرائيل وقال لي إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك وعلي بن أبي طالب. في الرواية عن الإمام الباقر بأن الرجل أكثر من الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن النبي انضاق منه درعا، قال له: وكيف تؤدي عني وأنت صاحب في الغار؟ هذه على تعبيرنا ضربة إلى الرجل. يقول له: الحالة اللي كنت عليها يوم الغار في يوم الهجرة من مكة إلى المدينة، يقول القرآن الكريم قد تحدث عنها وبين بأنك كنت تعيش في حالة من الفزع، في حالة من الخوف، في حالة من الاضطراب، مع أن النبي كان يؤكد ويطمئنك بأن القوم لن يصلوا إليك بسوء. في الآخرة بقي على خوفه وبقي على اضطرابه وبقي على هلعه، واكثر من ذلك انه اتهم النبي بانه ساحر. فيقول له اللي يريد يتولى تبليغ هذه الايات راح يروح الى مكه وراح يواجه مشركي قريش وراح يتولى تبليغ هذه الايات الى انسان عند قلب شجاع ولا يدخله الخوف. وانت الحاله اللي كنت عليه يوم الغار عرفناها في يوم الغار، عرفنا اضطرابك، عرفنا خوفك، وهذا الامر اشار اليه القران الكريم. فكيف يؤدي عني وانت صاحبي في الغار؟ فالشاهد بأن هذا الحدث له ارتباط بما ذكرناه سابقا، لأن هذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله كان المطلوب تبليغها إلى مشركي قريش. ولهذا لما دفعها إلى الأول بأمر من الله عز وجل وأرجع الأول بأمر من الله عز وجل، ثم دفعها إلى أمير المؤمنين علي بأمر من الله عز وجل، إلى ذاك الوقت ما حصل لها أي تبليغ. ولهذا لما قال لهم جبرائيل لا يؤدي عنك، قال له: ترى هذه الوظيفة هي وظيفتك يا رسول الله، لأن هذا تبليغ أولي وهذه المهمة هي مهمة
وبالنيابة عنك يا رسول الله. فهذه الحادثة أثبتت هذا المقام لأمير المؤمنين عليه السلام. بالإضافة إلى ذلك أن هذا الفعل الصادر من النبي وهو كان يرسل الأول في بادئ الأمر ثم بعد ذلك يرسل أمير المؤمنين، وكونه لم يرسل أمير المؤمنين في بادئ الأمر، هذا الفعل من النبي إلى غرض غاية، إلى حكمة في هذا الأمر. يريد يبين حال الأول، ويريد يبين حال أمير المؤمنين وعظمته، لأن لو رسل أمير المؤمنين في بادئ الأمر أكثر ما راح يتضح إلى الناس هو عظمة أمير المؤمنين، بينما حال الأول ما راح يتضح. ولهذا أرسل في بادئ الأمر الأول حتى يبين للناس بأن هذا الرجل غير مؤهل لمثل هذه المهمة العظيمة، فضلا عن أن يتصدى لمنصب أعلى وأعظم من ذلك. ولهذا هذه الآية تعتبر، وهذه المهمة تعتبر من الأمور الدالة على أحقية أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعد رسول الله. وكيف لا يكون خليفة رسول الله وهو شريكه في أمره وهو نفسه وهو باب مدينة علمه، صاحب المقولة المشهورة التي ما قالها أحد قبله ولا قالها أحد بعده، هي قوله سلوني قبل أن تفعل. ما أحد جرأ يقول هذه المقولة قبل أمير المؤمنين ولا بعد أمير المؤمنين. ولهذا كان أمير المؤمنين يكثر من قول حتى وهو على فراش المرض كان يكثر من قول إنسان متغير أحواله في حالة شديدة، حتى يقول محمد بن الحنفية يقول كان أبي معصبا بعصابة صفراء، يقول لكن كان وجه أبي أصفرا لا نعلم أيهما أشد صفرة، أهي العصابة أم وجه أمير المؤمنين. كل هالدرجة أثرت في الضربة في أمير المؤمنين. ولهذا لما عرض أمير المؤمنين على الأطباء الرواية تقول بأنه قد عرض على أشهر الأطباء وهو عمرو بن أثير السكوني، أشهر طبيب في ذلك الزمان. يوم جو فتح العصابة التي على رأس أمير المؤمنين نظر إلى الجرح وإذا بالجرح التفت، قال علي برئة شاة حارة، جيء له برئة شاة حارة تتبع فيها عرقا استخرجه جعله في ذلك الجار، استخرجه وإذا فيه أثر بياض كأنه القطن المندوف. تقول الرواية أمعن النظر فيه وإذا هو أثر دماغ أمير المؤمنين، انحنى على أذن أمير المؤمنين يغض ساره، ما يريد يخبر أمير المؤمنين أمام أولاده أمام بناته. قال يا علي دع 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 فإن الضربة قد وصلت إلى الدماغ، وعليا تقول الرواية سالت دموع أمير المؤمنين على خده، التفت إليه أولاده وهو يبكي، وإذا بالحسن بالحسين يصرخان، وإذا منطجع من خلف السر كل ينادي وعليا. عظم الله وجوركم، ثم التفت إليه
Yeah.
واسعدينا.